متتبعات ومتتبعي الموقع الإخباري أشكاين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الحوارية الجديدة. ضيفنا لهذه الحلقة هو السيد محمد أدردور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة. سي أدردور مرحبا بكم. مرحبا وشكرا على الاستضافة وعلى الفرصة التي أتيحت لي. شكرا لك سي أدردور على استضافتنا في المكتب ديالك. قبل ما نبداو محاور النقاش سي أدردور، حبذا لو أنك تعطي واحد التقديم على نفسك للمتتبعين ديال أشكاين. شكرا. محمد أدردور يعني الأستاذ سابق للتعليم الثانوي، ثم مفتش للتعليم الثانوي، ثم نائب إقليمي في العديد من الأقاليم بدءا من إقليم زاغورا ثم قلعة صغنا ثم مراكش منذ 2000 إلى غاية 2006، ثم مدير أكاديمية جهة مكناستة في لد سابقا منذ سنة 2006، ثم مدير أكاديمية الرباط سلا زمور زعير سابقا منذ سنة 2013، ثم منذ سنة 2016 مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة. شكرا لكم سي أدردور، مشوار مهني حافل بالمسؤوليات، يعني تدرجتوا في كاع المسؤوليات ديال التعليم، وهذا ممكن انه يحفز حتى الاطر التربويه. سي أدردور، وحنا كنسجلوا معكم هذه الحلقه الحواريه كتزامن مع دروس الدعم والتقويه اللي كديرها الجهات الان، هضرنا شويه على دروس الدعم والتقويه، يعني كيفاش تتمشي العمليه الان؟ شكرا. هو في الواقع ان دروس الدعم والتقويه التي تنظمها المدرسه المغربيه لفائده التلاميذ ليست شيئا جديدا، يعني جرت العاده انه في بعض العطل البينيه وفي بعض العطل حتى الصيفيه بعض المرات هناك العديد من المؤسسات التعليميه تقدم دروسا بالمجان، لانه تعرفوا احنا المغاربه عندنا التطوع، فلهذا يعني هذه مساله هي مالوفه، ولكن هذه المره هذه خدت واحد الطابع خاص واستثنائي. لماذا؟ لانه لم نعد نتحدث عن دروس الدعم فقط، بل وضعنا برنامجا يحمل عنوان البرنامج الجهوي للاستدراك والدعم التربويين. لماذا الاستدراك؟ لانه سنسعى من خلاله الى استدراك الحصص الضائعه، وهذا العام هذا ضاعتنا حصص كثيره بطبيعه الحال تتفاوت من جهه الى اخرى، وخاف الجهه ديالنا جهه الرباط سلا القنيطره هاد الجهه عرفت ادنى نسب ديال التوقفات الجماعيه لاطر الاكاديميه مقارنه مع باقي الجهات. احنا على كل حال كانت البدايه في البدايه كانت حوالي 18% فقط من هاد الاطر هادو، من بعد غادي ترتفع النسبه اللي تزامنت مع الاضراب الذي اعلنت عنه النقابه الذات التمثيليه او الاكثر تمثيليه، غادي ترتفع النسبه لحوالي 30%، ولكن بمجرد ما كتفوت هذه الاضرابات ديال النقابه الذات التمثيليه كتنزل هذه النسب. الان استقرت عاوتاني في حوالي 20%، ولكن سجلنا واحد العوده قويه جدا للسادة الأساتذة إلى أقسامهم، تفاعلا مع النداءات ديال السيد الوزير وتفاعلا مع النداءات ديال الوزارة وديال المسؤولين الجهويين وكذلك المدير الإقليميين وربما حتى الآباء وغير ذلك. إذا بصفة عامة هذا البرنامج هذا يأتي في سياق يعني تمكين التلاميذ الذين ضاعت حصصهم الدراسية من الاستدراك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية هناك تلاميذ عادة ما نفسح له المجال من أجل الدعم، فالآن هم في الأقسام يتم دعمهم، وهذه العملية هذه فوجئنا أن النداء الذي أطلقناه يعني قبل العطلة بحوالي 10 أيام يعني لقي واحد الصدى اللي هو كبير، فتفاجأنا بالعدد اللي ارتفع منذ اليوم الأول، بحيث أنه سجلنا حوالي 24,000 تلميذ وتلميذة في مجموع مديريات الجهة اللي حضروا هذه الدروس هذه، اللي حضروا واستفدوا، والارقام حسب الاحصائيات ديال اليوم في ارتفاع، يعني حتى التلاميذ اللي ما جاوش نهار الاثنين ربما كانوا كيرتاحوا التحقوا البارح والتحقوا اليوم. واللي زاد في هذه النسبه اللي زاد يعني عطى قوه لهذا البرنامج هو انه موازاه مع الدروس اللي انخرطوا فيها المدرسين، وغادي نجي نفصل في انواع الناس اللي تبوا الدعوه، يعني الى جانب هذا التطوع كاين واحد الخدمات وفرها التلاميذ في بعض المناطق اللي فيها حاجه لهذه الخدمات مثل فتح الداخليات والمطاعم المدرسيه. ففي واحد العدد ديال القرى
بالخصوص في الجماعات اللي هي نائية، يعني أعطت الأكاديمية التوجيهات ديالها السادة المديرين الإقليميين من أجل فتح الأقسام الداخلية لنضمن الإيواء والإطعام للتلاميذ. وحقيقة تخلق واحد الجو نحن بضوء يعني نحن كمسؤولين بدورنا أبهرنا. لماذا؟ لأنه لم نكن نتوقع أن يتفاعل يعني الآباء والأمهات مع هذا البرنامج. هذا من جهة. من جهة ثانية اللي فاجأنا كذلك وهو الحجم ديال المتطوعين. فالتعليم الخصوصي أو التعليم المدرسي الخصوصي وضع رهن إشارتنا واحد 200 أستاذ متطوع، بعضهم من غير المتطوعين ستؤدى أجورهم هذه الساعات الإضافية اللي التي قاموا بها من طرف المؤسسات الخصوصية. إذن 200 أستاذ من التعليم الخصوصي، واحد الأفواج من 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 رجال التعليم المتقاعدين لي روتريتي اللي جاوا دقوا الباب ديال المديريات الإقليمية والمؤسسة التعليمية وحركتهم واحد الغيرة من أجل إنقاذ هؤلاء التلاميذ. ثم كذلك ما ننسوش الأطور ديال القطاع، ومن ضمنهم وهذا شيء كذا يتج الصدر من ضمنهم الأطور الأكاديميات من المدرسين أو ما كانوا يسمون بالمتعاقدين. احنا نسينا ذاك أو ما كانوا غير لأنه ده باش المعروف إعلاميا أو للمتداول إعلاميا هو هذا الاسم. هذا ماشي كنسميه أنا غير باش نعرفوا شكون اللي كان قصدوا اطر الاكاديميه الان، هما اللي كانوا كيتسموا من قبل المتعاقدين. بالضبط. يعني حتى هما شاركوا في هذه العمليه ديال العديد منهم شارك وعبر عن مشاركته بل وتعاطف مع التلاميذ، والعديد منهم بحث عن تلاميذه لكي يعوض الحصص. وحقيقه حنايا من وضعنا البرنامج احنا في الواقع ما كناش كنا تنقولوا بانه نسبه الاقبال عليه غتكون نسبيا متفاوت. علاش؟ قلنا ودي العطله هذه والتلاميذ غيكونوا عياو، ولكن اللي فاجئنا وعندنا كيسافر والديهم كيسافروا كاين ذلك زعما كاين لاحظنا كاين اللي سافروا ما كاين ماشي كلهم كيسافروا التلاميذ. هذه العطله اصلا هي عطله ديال الراحه هي ديال الراحه، ولكن كيف ما كان الحال سجلنا واحد الاقبال ديال التلاميذ ما قراوش. وانا غنقول بالمنطق الاتي، اللي ودو ما قراش وكتعطى فرصه باش يقرا تيقول لك اودي لا راه كان مريح قبل كما تيقراش. فلهذا الان انا بالنسبه لي قريته هي الاولى. كتعرف حنا الاسر المغربيه كنعطيو الاولويه لتمدرس الابناء والدراسه. يعني فلهذا حنا كنسجل يعني وماشي غير بوحدي، انا كنسجلها وسجلوها معايا وسائل الاعلام المكتوبه والمسموعه والمرئيه بما في القنوات الرسميه، انه كان هناك اقبال كبير واحد الحماس كبير. وهذا الشيء اللي حقيقة تيجعلنا كنعود نذكروا ونعود نقولوا للسادة الأساتذة والسيدات الأستاذات أنهم يعني ينبغي أن يعودوا إلى أقسامهم. سي هضر دور واش هاد العملية غدون طيلة الفترة ديال العطلة أو لا عندها واحد الأسبوع أو الفترة الزمنية ديالها بالضبط؟ هو خدينا من هاد العطلة هذه هي فيها جوج الأسابيع. حنا خدينا جوج ديال الفترات، خدينا خمس أيام من الاثنين فاتح افريل حتى الجمعه، وعاوتاني من الاثنين الاخر حتى الجمعه، بحيث خلينا لهم واحد يومين للراحه. ولكن كيف ما كان الحال اللي بغيت نقول هو انه هاد الدروس اللي هي كما قلنا فيها استدراك وفيها دعم، هاد الدروس يعني اليوم غنقول بان حققت المغزى منها وحققت الغايه. لماذا؟ لانه بهاد الدفعه القويه اللي تعطات للتلامذ وبالتعاطف ديال الاباء ويعني وتلبيتهم الدعوه، بل ان الاباء جابوا ولادهم وسجلوا شهادتهم في المدارس، حقيقه جعلنا كنطمئنوا على ان البرنامج غادي يستمر، غادي ندوزوا هذه العطله هذه وغنستمروا به حتى لنهايه السنه الدراسيه حتى الامتحانات الاشهاديه. وبهكذا كنكونوا رضينا على ماذا؟ رضينا على الدعوه او على الاشاعه اللي هي الطلقات ديال السنه البيضاء وغير ذلك. فاعتقد بان هذا رد احسن رد على هذه المساله. يعني غير باش نوضحوا اننا راه عاد في اليوم الثالث من هذا العمل ديال الدعم، يعني هذا التقييم ديال اليوم الثلاث ايام الاولى، يعني الاسبوع الثاني يمكن واش تشوفوا بان العمليه غتمشي هكا او يمكن يكون واحد التراجع او لا اكثر؟ انا في اعتقادي بالعكس، اليوم حنا تزاد عندنا طلبات اخرى، بمعنى جاوا تلامذ كيبحثوا على اقسام باش يقراوا، وجاوا اساتذه بمعيه تلاميذهم. تسجلت هذه القضيه هذه في سيدي سليمان، في سيدي قاسم، في القنيطره، في الخميسات. اليوم القنوات التلفازيه مشات لتماره، صخيره تماره، ومشات للمعازيز الرماني وسجلت ريبورتاجات رائعه جدا، لان الجميع انخرط. انا نقدر نقول بانه المغاربه خذوا هذه المساله بحال التويزه،
خدوها بحال شي حاجة اللي فيها واحد الحملة كبيرة. والتعاطف اليوم هو التعاطف مع التلاميذ. احنا ما بغض النظر على ما حدث، بغض النظر على الموضوع الإشكالية ولا على القضية ديال هاد الأساتذة، اليوم المجتمع المغربي كيشوف التلاميذ. واخا سي ادر دور بالنسبه للناس او الاطر اللي كتقوم بهذه العمليه ديال الدعم من غير المتقاعدين ومن غير الاطر اللي ذكرتي اساسيه ديال هيئه التدريس، واش كاينه شي فئات اخرى من خارج هيئه التدريس اللي كتقوم بهذه العمليه؟ هو جميع اغلب من يقوم بالعمليه هم هيئه التدريس. انا غنقول باش نفصل ونوضح، كاين عندنا مدرسين اللي كيمارسوا اللي هما خدامين الان هما مدرسين في القطاع بفئاتهم، عندنا المدرسين اللي هما في التعليم الخصوصي كيف ما قلت، عندنا المتقاعدين لان الجهه راه فيها الاف المتقاعدين، ناس اللي تيخدموا في الخصوصي وقال لك اودي هذه العطله كما انا كندير كنخدم في الخصوصي، اليوم انا الاوان نسدي المدرسه المغربيه واحد 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 الخدمه، انا باغي نخدم. هذا شوف هذا متقاعد ساله المسار المهني ساله، تيقول لك اودي انا جاو عندنا حتى لهنا حتى المكتب ديالي، قال لك اودي انا موجود، اعطيني وصحابي اعطينا فين غنمشيو، وفعلا وجهناهم. لا راه الناس خداو هذه المساله اليوم خداوها بواحد الرؤيه اخرى، خداوها بالروح الوطنيه، لان لا يعقل يخليو التلاميذ يقراو شيء. هذا من جهه، ثانيه عندنا ما ننساوش انه عندنا الجمعيات اللي كنتعامل معاهم، وعندنا الاف الجمعيات اللي كنشتغلوا معاهم، هذو كذلك مشاو تعاقدوا هما كجمعيات مع مجازين مع شبان حامل الإجازة. أن الحالة ديال سيدي سليمان سيدي قاسم كل جماعة كل منطقة إلا وتجمعوا فيها الشبان بوحدتهم تيقول لك حنايا ما عندناش شي حساب مع الأساتذة أطر الأكاديميات أبدا، ولكن حنا هادو ولاد دوارنا، هادو ولاد الجماعة ديالنا، حنا نتوما خليكم في النقاش والحوار مع الاخوان ديالنا، وكي حنا ولادنا هادو خصنا نقريهم. انا اللي بهرني هو هذا، واللي وقفت عليه شخصيا انا والاستاذ المدير، شفناه يعني كما تيقولوا باعيننا، شفنا حالات ديال شبان حاملين لافتات وشعارات تيقول لك اودي انا ما يمكنش نسمح في التلميذ. وهنا بغيت نرجع لواحد الاشكال مهم، وهو هذه المساله ديال انه نحرموا التلميذ من حقه من الدراسه والتحصيل. راه يبدو لي بان هذا نقاش هذا موضوع خصو يتفتح فيه نقاش كبير. هذا الموضوع سي ادر دور غير باش نسدوا هذا الباب ديال دروس الدعم، واش هاد الشبان وهاد المجازين وهاد الفئات اللي كتقوم بها واش كتقوم بها بالمجان او هناك تعويض مالي؟ لحد الان كل من يقوم بهذا العمل يقوم به بالمجان، حتى الحالات اللي صدعنا بعض الاساتذه ديالنا حنايا اللي قال لك اودي حنا راه هذه عطله ديالنا خصنا نرتاحوا، طلبنا لهم قلنا لهم على انه راه عندنا في الميزانيه سطر مالي خاص بالساعات الاضافيه، واش بغيتوا تاديوا الساعات يعني تاديوا هذه الخدمه بالمقابل ديال الساعات الاضافيه؟ قال لك مرحبا، وفعلا سجلناهم في عداد من سيتم تعويضهم، لان ما يمكنش حيت تم التداول ديال ان هذه الساعات كيتقوم التعويض بها مقابل 250 درهم للساعه. لا عندنا مرسوم تيعطي مثلا في التعليم الثانوي التاهيلي 120 درهم فقط ماشي 250 درهم، هذا مرسوم غير الاطر ديال التدريس ديالكم وخارج الاطر ديال التدريس مثلا اللي جاو من الخصوصي، او شكون اللي كيتحمل المصاريف ديالهم؟ واش انتوما ولا المدارس اللي جابتهم والجهه اللي جابتهم بالضبط؟ بالنسبه لاطر التدريس عندنا واحد لاغري باش كنخلصوا الساعات الاضافيه في الابتدائي وفي الاعدادي وفي الثانوي. نعطيك المبلغ ديال الساعه بالنسبه للثانوي هو 120 درهم وهكذا. هاد الناس هادو ديالنا حنايا اللي يلحون على التعويض المادي كيتسجلوا رسميا من طرف السيد المدير باش ياخذوا التعويض المادي ديالهم. هذا الشيء كنديروه في طيله السنه الدراسيه فاش كيكون عندنا الخصاص، القانون والميزانيه ديال الاكاديميه تسمحوا باداء الساعات الاضافيه، هادشي معمول به منذ سنوات وكنقوموا به. يعني منذ كنا حنا اساتذه لا ابدا، منذ حنا كنا اساتذه كنا كنديروا الى زدنا مثلا، انا كنت استاذ السك الثاني فاش كنخدم اكثر من 21 ساعه كنخدم 24 ساعه او 25 ساعه كتسجلي الساعات اللي فوق 21 ساعه كساعات اضافيه كنتخلص عليها. هذيك الساعه كنا كنشدوا شي بركه قليله شي 20 درهم او 25 درهم. اليوم التعريفه ديال هذه الساعات هي 120 درهم. ولكن اللي بغيت نقول لك طرحتي السؤال الخصوصي، الخصوصي يعني تعويضات الخصوصي تكلفوا بها الناس ديال التعليم الخصوصي، وهذه المساله بغيت نحيي عليها ارباب المؤسسات الخصوصيه الذين ابانوا عن غيره وطنيه
وجعلوا ووضعوا راهنا اشارتنا 200 استاذ تضامنا مع التعليم العمومي. جهه الرباط اكيد في الجهه ديالنا تضامنا مع التعليم الخصوصي مع التعليم العمومي، بل اكثر من ذلك قال لك اودي عطيونا المناطق اللي ما فيهاش تغطيه، يعني يعني زون تي ديبل يعني لي زون ديبلاسي، يعني حولوهم وضعوا لنا اشاره المديريه الاقليميه اللي في وسط القراوي. يعني ما لوحظ من تعاطف مع المدرسه العموميه من طرف الناس الخصوصي غير مسبوق، انا اول مره كنشوفه، وبروح الوطني العاليه وبمسؤوليه، والمكتب ديال هاد الناس جا عندنا وقدم لنا هذه الخدمه هذه وعرضها عندنا وقال لك الا خاصكم نزيدكم مازال. جيد، ولكن السي عبد الدور من كنمشيو نتصفحوا مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه صفحه الفيسبوك كنلقى واحد العمليه ديال الانتقاد واسعه، بعدا كاين واحد التداول ديال واحد مجموعه الصور ما عرفناش الصحه ديالها من عدمها، صور ديال استاذ هو كيقريب واحد الشكل يعني داير قبعه بواحد الشكل، وكاين استاذ بصنداله، استاذه كاتبه التاريخ بشكل خطا، كاين اخطاء املائيه، تلاميذ جالسين، وكاين واحد اللجنه اللي مشات تزور في قسم وتلاميذ جالسين بلا كتبه بلا والو. يعني هذه مجموعه ديال الصور اللي رائجه في مواقع التواصل الاجتماعي. اولا ما عرفناش ما مدى الصحه ديالها من عدمها. شوف انا غنجاوب، اولا هذا سميتيه مواقع التواصل الاجتماعي، هناك العديد من الناس اللي هذا الشيء ما عجبهمش وتيروجوا لهاد الصور. هاد الصور ديالنا شكون هما؟ واش ملي غتمشي لواحد متقاعد سال الخدمه ديالو وكتقول له ودي واش غتلبي مع النداء ديال خدمه المدرسه العموميه، وتيجي واش غنقول له جيني بلا فيستو جيني بلا كرافات، وتيجي بالهندام ديالو باش كيمشي للجامعه كيصلي، ولكن حنا اللي كيهمنا انه قام الدور ديالو جا قرا ولاد الناس. فعلا شتموا القبعه وشتموا مول الصنداله، ولكن تيبقى استاذ. حنا بالنسبه لنا اللي تيهمنا هو ان التلاميذ ارتاحوا له واطمئنوا له. هذا من جهه من غير القبعه الهندام كاين اخطاء املائيه واخطاء لا ما كانتش اخطاء، كانت واحد الهمزه الاثنين هي سجلوها هي اللي كاين، لا شي حاجه بسيطه جدا، والاخطاء كتوقع وهذا الشيء كله لا يفسد في العمليه اي شيء. يعني ملي كنقلبوا نتصيدوا سقطت واخطاء الناس كنقلبوا عليها وكنردوا تنديروا بها البوز، وهذه مساله ويشوفوا بالمقابل الالاف الاقسام اللي كتشتغل بدون اخطاء. ولكن باش نركزوا على واحد السيد اللي جا باش يقدم واحد الخدمه لنا وانتقدوا لان جايب الجلابه والقب ولا جايب القبعه، زعما تيبان لي هذه الشكليات يعني اللي شد فيها تيبان بانه 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 ما عنده فاش يشد لا اقل ولا اكثر. غير هذه العمليه هذه جات يعني ربما هذه السنه هذه كيف قلت سي ادردو بشكل استثنائي، خصوصا انها جات من بعد ثلاثه الاسابيع ديال واحد الاضراب. بغينا قبل ما نطرحوا السؤال في هذا الموضوع نعرفوا منكم يعني شحال الاساتذه يعني شحال ديال التلاميذ اللي كانوا يعني نسميهم ضحيه هاد او هاد الشيء هذا، ما عرفناش ضحيه من، ولكن اللي ضاعوا اللي تهدر الزمن الدراسي ديالهم شحال ديال التلاميذ في الجهه عندكم؟ لا هو وطنيا الاعداد بالالاف، لانه كاين وطنيا حسب ما قال السيد الوزير تقريبا شي 300,000 على 7 المليون اللي قال في الندوه الصحفيه. وطنيا هي الاعداد بالالاف اكيد. احنا في الجهه العدد يتفاوت، لماذا؟ لان كاين اللي ضاع له في الابتدائي ملي كيتغيب الاستاذ تيتغيب الاستاذ القسم بكامله، يعني هو الاستاذ ديالهم طيله اليوم. حنا كيتسجل في عداد التلاميذ اللي ضاعت لهم واحد 15 يوم او 21 يوم، ولكن في الثانوي التاهيلي وفي الاعدادي راه تيولي ذاك التلميذ دخل الرياضيات والفيزياء والعربيه وما لقاش الاستاذ ديال علوم الحياه والارض، ولهذا صعيب تحصيه. كيف واش غتحصيه انه ضاع؟ هو ماشي ضاع، ضاعوا الساعات. حنا اللي سجلناه اليوم ان التلاميذ ديال الباء والدعوه واللي هما عبروا على انهم فعلا في حاجه الى هذه الدروس، سجلنا اليوم الاول 24,000 في مجموع المديريات الجهه هي 7. واش ديال الاقسام الاشهاديه ولا كاع الاقسام؟ لا جميع الاقسام، غير الاقسام الاشهاديه جميع الاقسام، ما عندناش هذا العدد في الاقسام الاشهاديه، ولكن هذه جميع الاقسام 24,000 فيها الاغلبيه الساحقه في الثانوي بسلكيه الاعدادي والتاهيلي. ونسبيا عندنا التلاميذ ديال السادس هذو هما اللي تفسح لهم المجال، ولكن بالنسبه للثانوي في جميع المستويات. بغيت نشير لواحد المساله نرجع ليها، بعض اللقطات تخط من بعض الاقسام اللي فيها واحد لوكور اللي فيها واحد الدرس ديال اللغه اللي فيه ليكوت
بان الاستاذ كيخص يدخلوا عند الصوره اللي كتهضر باش نوضحوا الصوره اللي رائجه في مواقع التواصل الاجتماعي فيها واحد ثلاثه المسؤولين جالسين والتلاميذ بدون ما عندهم حتى ادوات ولا والو. هذاك الدرس في الدار البيضاء اش كان فيه؟ كانت فيه استاذه جايه من 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 البعثه الفرنسيه دارت لهم واحد لو فيلم كتحكي لهم لو فيلم كيحكي وما خصهم التلاميذ ما يكتبوا حتى شي حاجه ما يحركوا حتى شي حاجه خصهم يسمعوا يستمعوا للحوار ويجاوبوا على اسئله الاستاذ من خلال ذاك الحوار فهمت بديك الطريقه واتخذت ديك واش كتصور استاذ مسؤول في قيمه مدير اكاديميه ومدير اقليميه وغادي يحضروا في قسم يتصوروا والتلام ما عندهمش الفتره كانت الاستاذه كتلقي الدرس والدليل انها دازت في دوزام هذيك السيده هذيك وصرحت على انها كانت في واحد السيونس الفرنسيه اللي فيها ليتود دان فيلم تو سام على ذكر دوزام وذكرتيني في هذه العمليه واخا خدينا الوقت في هذه ولكن لا باس نوضحوا هذه النقاط هذا انه في واحد الروبورتاج اللي حول هذه العمليه قدموا واحد السيد بانه خبير في علم الدعم التربوي ما بزاف تسال فين كاين الدعم علم الدعم شي حاجه بحال هكا يعني ما الناس كتسال واش كاين شي علم سميتو هذا علم الدعم انا غنقول ما يلي شوف في هاد الازمات كيحاولوا بعض الجهات يتصيدوا اي شيء يديروا به واش كاين هذا ولا خطا لا غنقول ما دو كو ساجيتيل كيتقلبوا الناس على بعض السقطات باش يبرزوها اللي وقع لنا الاستاذ المعني بالامر واستاذ مكلف في اطار شي جمعيه بما يسمى بالكوتش الكوتشينغ التدريب وهو متخصص في ماذا؟ متخصص في دعم التلاميذ المتعثرين وهذو راه موجودين في جميع المدن المغربيه جمعيات ومنظمات ومدارس اللي هي معروفه في مجال دعم المتعثرين او كيتسمى استاذ الدعم التربوي كيقريب الليل مثلا في الساعات الاضافيه في واحد المكان اللي ماشي عمومي هذا مني الصحفي او المذيع قال له اش كدير؟ قال له انا كندير استاذ ديال الدعم فتكتبت بديك الطريقه هذيك وتم الركوب عليها باش يكون باش تكون الاساءه لهذه العمليه لا اقل ولا اكثر. حنا نخليو دو كوتي هذا المسائل لان هذه المسائل هذه السي عبد الدور راه مناسبه اننا نوضحوها معك باش توضح الصوره لان هم رائجين لان دابا مواقع التواصل الاجتماعي راه ولات عندها دور اساسي ومهم غير جاره الجزائر بين قوسين لعبت فيها دور مهم في هذه الاحتجاجات الاخيره وبالتالي ما يمكنش نهملوها علاش حنا كنطرحوها لا لكن انا كنحييك انا كنحييك سي العمراني على هذه المساله هذه ولكن زعما راه حنا وضحناها في البلاغه الرسميه وضحناها وقلنا ودي نشوفوا في الكاس نشوفوا النصف المتالي ما نشوفوش دائما لان هذه مسائل جزئيه وكل اللي كيتبعها عوض نتبع انا الاستفاده لان حنا الان بصدد تقييم العمليه كنقيموها ولقينا على انه يصبح كانوا معنا المفتشين ودرنا واحد الوقفه باش نشوفوا فين حنا غاديين وبان على انه ينبغي ان 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 يعني نضاعف الجهود لان العمليه عطات ولان انطباعات الاباء كانت متميزه وكذلك مساهمه المديرين والمفتشين يعني مختلف الفاعلين التربويين وبما فيهم الاباء اذا بصفه عامه اللي بغيت نقول هو انه جانب مشرق جدا في العمليه راه واضح مسألة أخرى مهمة وهي أنه الأهداف تحققت وحنا بالعكس هذا الشيء غيدفعنا دابا لواحد المسألة شنو هي وأنه تستمر العملية إلى نهاية السنة علاش غتستمر حتى نهاية السنة؟ كنعرفوا على أنه الآن كنخرجوا في العشية كيخرجوا التلاميذ في 6 ونص مثلا كيبقى النهار باقي طويل عندنا الوقت الكافي الآن باش نخدموا حتى 9 الليل وفي إطار دعم التلاميذ وصدرك الحصص واش هذا في إطار استعداد أنتم كتهيئوا من الآن أن ممكن الأساتذة أطر الأكاديمية اللي كانوا يتسموا من قبل الأساتذة المتعاقدين أنهم يستمروا في الإضراب ديالهم إحنا يعني هذه العملية اللي قلت يعني استعدادا شي حاجة بحال هكا إحنا أولا هذه مسألة كانت غتمشي عادية ولو يعني ما كان الأمر وذا كاين سيناريو بي ديالنا إحنا عاملينه بحال تما إلى هاد الإخوان وهاد الأخوات ما لباوش هاد النداء وما بغاوش يرجعوا لمناصبهم راه السيد الوزير والوزاره والاكاديميه كانوا واضحين سيتمون الاستغناء عنهم وغادي وحنا عندنا مخطط ديالنا باش نوظفوا اللي غادي يشتغل يكفي ان 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 ليز داتونت واحد الانتظار ديال الناس يجهزوا المباراه بالالاف في اخر مباراه قدمت لها 150 الف على الصعيد الوطني راه خدينا غير 15 الف معناها 135 الف تنتظر وعندنا شبان الان اللي جا قال لك احنا مستعدين احنا موجودين فلهذا احنا مني ما غاديش هذا الشيء ما غاديش يوقف لان انا تنقول بيالي احنا ما تناقشوش الاضراب كمكسب دستوري كحق نص عليه الدستور ما عمر شي واحد غادي يناقشو ولكن راه ما حناش في مقاوله انتاجيه هذا ماشي اضراب ديال واحد المعمل كنديروه كنخرطوا فيه وكنقليوه مفتوح
باش داك رب المعمل يمشي للافلاس وما ينتج حتى شي حاجه. حنا راه تربي ولاد المغاربه وكنقري ولاد المغاربه. فاذا كانت شي غيره وطنيه، انا اعتقد بان الا كانت شي غيره وطنيه عند هاد الناس هادو ينبغي ان يعودوا الى رشدهم. وقلت هذه العباره وغادي نعاود نقولها، ينبغي ان يعودوا الى رشدهم، لانه ضيعوا هاد التلامذ بواحد يعني في واحد الدروس كثيره، وعندهم من الصياغ ديال الاحتجاج وديال المطالبه بمزيد من المكاسب، عندهم من الصياغ ما يكفي، وتعرفوها وتعرفوها النقابات التمثيليه. فلهذا بغيت نقول انه الدوله والحكومه ما يمكنش تبقى مكتوفه الايدي امام هذه الوضعيه هذه، يستحيل. لانه اللي الان في المشكل هو ولاد المغاربه، ما يمكنش نخليهم بلا قرايه. ولهذا راه لا يمكن ان هادشي يبقى هكذا، لابد من حل. والحل بغينا حنا يجي من عند الناس، من عند هاد الناس هادو. حنا مهدينا يدينا كوزاره، حتى الوزاره دارت قالت في حاله اذا ما رجعوش هالحل لقد ديت حل بديل. الوزاره مدات يديها والمطالبه بالحوار غيكون الحوار مع النقابات الاكثر تنتي، لان هذا هو القانون، وهذا هو اللي خصو يكون. هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح لك سي ادردور. انت قلتي بانهم ضيعوا التلاميذ، هما كيقول لك الوزاره والاكاديميات اللي ضيعت التلاميذ. هاد التلاميذ الان هما يا ما بين الاساتذه وما بين الوزاره كواحد الورقه الضغط بين الطرفين. الان الوزاره صدرت مجموعه ديال 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 نقدروا نسميوها واش تهديدات او ما عرفتش انا، هذاك بان غتسلك مجموعه ديال المساطير. الان الوضع ديالكم انتم في الاكاديميه شنو اللي واش بديتوا هذه المساطير؟ واش يعني انا نجاوب. اولا المساطير مفروض عندنا احنا كمسؤولين نطبقوها، الا ما طبقناش المساطير احنا اما متواطئون او ما كنقوموش بواجبنا. المساطير خصني نطبقها، واجب علينا نطبقها كمسؤول. انا نجاوب، واجب عليا نطبقها، حيت هذا القانون وانا ماشي مخير في تطبيق القانون. القانون فوق الجميع الاولى. اذا لزاما علي وعلى المدير السيد المدير الاقليمي وعلى مدير المؤسسه وعلى السيد المفتش لزاما علينا ان نطبق القانون. ما يمكنش لنا ان نطبقوا الا القانون. هذه بعد هذه من البديهيات. ونجي نقول بان هاد الناس هادو حنا درنا اللي علينا. الان حصينا الناس اللي تيتغيبوا، درنا ما يكفي من الاقتطاعات، مرينا المرحله ديال شحال عندكم في الجهه ديال الاساتذه اللي سميتهم كيتغيبوا اللي هما كيشوفوا راسهم مدربين؟ حنا كما قلت لك حنا عندنا نسبه مشات من 18% ومشات 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 انا نعطيك العدد وغادي نحسبوها. مشات تقريبا واحد الوقت 33% وعاودت نزلت، كتنزل مع يعني بعد الاضراب ديال النقابات الاكثر تمثيليه ايام 27 28 مارس. عندنا حنا 4786 في المجموع ديال الاساتذه والاكاديميات، جميع الافواج اطر الاكاديميات اللي هما متعاقدين. اما المجموع العام للاساتذه تقريبا حوالي 36000. 4000 شحال من واحد اللي بدات شرعته في تطبيق المسطره القضائي؟ جميع من تغيب، هما فئات، هناك من تغيب وعاد، هادو عندهم الاقتطاع، يعني جميع من تغيب عنده الاقتطاع سواء ارجع او ما رجع شيء. ولكن من بعد ما درنا الاقتطاعات الان جينا للمرحله ديال انه نبداو في العزل، وبدينا في اللوائح ديال العزل. حددتوا شي لوائح ديال العزل؟ حنا خدامين، المسطره خدامه. شحال من واحد دابا اللي دابا كنحصي؟ وان شاء الله الرحمن الرحيم من هنا لنهايه العطله غنكونوا حصينا جميع. لان علاش كنحصيو؟ حيت ما خدامينش هنا في الرباط، وما راه خدامين في سيدي سليمان، سيدي قاسم، الخميسات، الجهه كلها. اذا انت خصنا نتوصوا بالمحاضر ديالهم من عند الساده المديرين بوثائقهم الرسميه اللي هي مختومه ومؤشر عليها عاد نحصيو. حنا الان بدينا كنحصيو، نقدر نقول بانهم هنا الاسبوع المقبل غادي نكونوا نهينا العمليات كلها. وفوقاش غتبداو الشرع في العزل؟ لنعلن عن الذين طالهم العزل، غنعلنوا عليهم. يعني هنا من هنا اسبوع تعلنوا على اللي طالهم العزل؟ غادي نكونوا قبل العطله علنا عليهم. لان تقدر يكون ما نقدرش نقول. لماذا؟ لانه على حسب الغياب، على حسب مده الغياب. يعني اللي غاب ورجع كنقطعوا له داكشي فاش غاب، لان المبدا معروف. الاضراب حق دستوري مكتسب، ما فيهش نقاش، ولكن الاجر مقابل العمل. هذا هو القانون. كدير الاضراب، هذاك شغلك، حقك هذاك دير الاضراب، ولكن الخدمه اللي ما قدمتيش تقتطع لك مقابلها من الاجر. هذا الشيء كنطبقوه شهريا.
حنا القطاعات بديناها وكندو مع جميع الموظفين حتى مع الموظفين يعني الموظفين ذوي الوزارة اللي تضفوا هذه سنوات يعني يلبون دعوات الإضراب دي اللي كانت على النقابات والنقابات التمثيلية وتقطعوا من أجورهم. هذه مسألة بدأت منذ سنوات في المغرب الآن، ما بقات شيء زعما شي حاجة اللي مخزونة أو المخبية، هذه دابا معروف هذه المسألة. هذه هاد الناس فيهم الذين سيقتطعوا من أجرهم والقطاعات عاملين وفيها مجموعة ديال الناس سيتم عزلهم. لماذا؟ لأنه تنادوا في 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 الغياب الجماعي وما تيقبلش ولاد الناس وما غاديش نبقاو حنا مكتوب في الايدي باش نعوضوهم وباش نعوضوهم. وزاره الماليه يعني غادي نخويو منصب باش نحطو بلاصتو واحد السيد اخر. هذاك المنصب المالي اللي كان تيشغل واحد السيد خصنا نحيدوه نزولوه باش نحطو بلاصتو واحد اخر اللي كيتسنى. حنا اللي مهم عندنا ان الناس كينتظروا. قال لك اودي لا انتو على هذا حنا موجودين. شحال الفتره اللي حددتو ديال لاغافاش استاذ؟ عطينا الانذار الاول والثاني. دابا الان وصلنا للمرحله ديال العزل. دابا حنا في المرحله النهائيه، ما بغيتش نعطي ارقام لانه مازال ما ضبطاش مزيان، ولكن حنا بدينا عندنا اسماء اللي هي. وما حاولتوش قبل هذه المرحله العزل يعني تستدعيو هاد الناس تجلسوا معاهم تهضروا معاهم تشوفوا علاش ما بغاوش يعني علاش ما بغاوش يرجعوا او لا علاش رافضين يرجعوا رغم انكم درتوا اصلاحات كيف قال السيد الوزير في الندوه الصحفيه اصلاحات في قانون الاساسي للموظفي الاكاديميات، ورغم ذلك انهم ما بغاوش يرجعوا ما حاولتوش تجلسوا معاهم؟ لا، رغم ان رئيس الحكومه السيد سعد الدين العثماني خرج وصرح بصريح العباره بانه طلب من السيد الوزير انه يفتح حوارات مع هاد الناس ولكن ما تفتحاتش. علاش ما تفتحش الحوار؟ تفتحات الحوار يا فين اخي فين غير باش غير باش غير باش حتى المشاهد معنا يعرف فين تفتحات الحوارات. الحوار يفتح مع النقابات الاكثر تمثيليه، ولكن السيد رئيس الحكومه قال في التصريح ديالو راه مازال وكاله المغرب العربي للانباء كيقول طلبت من غير باش تكون الصوره واضحه انه يجلس مع هذا الاساسي وليس مع النقابات. الامر بسيط، الحوار في القضايا في المطالب المهنيه يتفتح مع الممثلين للموظفين. الممثلين للموظفين شكون هما؟ النقابات اكثر تمثيليه والنقابات بصفه عامه. النقابات بصفه عامه هي اللي كتمثل الموظفين، والا ما كانش فتح الحوار مع اي كان. الوزاره واضحه فتحات الحوار مع النقابات وكتقول الوزاره اليوم ودي حنا مرحبا بهاد الناس هادو، ولكن في اطار الحوار مع النقابات، لان هاد الناس هادو تمثلوا من النقابات لا اقل ولا اكثر. اما باش يجيو يفتحوا حوار مع اي كان كنضربوا المؤسسات وكنقوضوا دولات المؤسسات اللي كنبنيوها كنقوضوها من التحت. اذا جينا نتكلم مع اي كان، اذا شنو الدور ديال دوك النقابات؟ فلهذا كنعاود ناكد موقف السيد الوزير ان الحوار كيتم مع النقابات وليس مع التنسيقيات، والتنسيقيات لا تمثل الا نفسها. يعني ما يمكنش شيء واسمح لي اذا درنا هكذا، اذا الاحزاب السياسيه نخليو هذوك تنقلبوا على شي حاجه اخرى، نخليو المجالس الدستوريه اسمح لي غير صغير باش نوضح، نخليو المجالس الدستوريه ونقلبوا على شي حاجه اخرى، نخليو النقابات ونجيبوا التنسيقيات. حنا كنكونوا داك الشيء اللي كنبنيوه منذ مده هذه في هذه البلاد كنكونوا كنريبوه. كنا الاسبوع الماضي الاسبوع الماضي كتابه الدوله في التعليم العالي جلست حوارات تنسيقيه وليست نقابة، تنسيقية طلبة الطب في المقر ديالها اللي كاينه في حسان جلست معاهم وحاورتهم. ايوا اسمح لي انت هذيك راه تنسيقية. هادو طلبة. ايوا اسمح لي، هادو راه طلبة تنسيقية يعني ما عندهمش. هادو طلبة ما هماش موظفين، ما كتمثلهمش النقابة، هادوك باقيين طلبة غتمثلهم جمعية الطلبة او تنسيقية الطلبة. ولكن ملي كنكونوا في قطاع حكومي راه كنتحاور مع النقابات، والا اذا لاش غنديروا هذه الانتخابات المهنيه ونديروا هذا المسلسل كله هو ويترشحوا الناس. يعني التصريح ديال السيد رئيس الحكومه ربما انه غفل هذه النقطه هذه. ماشي غفلها، لا، السيد رئيس الحكومه عرفاش كان تيقول. قال السيد الوزير ان تفتح معهم الحوار ولكن عن طريق النقابات، وتصور معاه لو فتح الحوار مع التنسيقيه، ماذا سيكون موقف النقابات؟ واش غادي نسمحوا في النقابات باش نربحوا واحد الناس فيهم التنسيقيه؟ فلهذا السيد رئيس الحكومه كان يعرف ما يقول، وكذلك السيد الوزير كان يطبق ما قاله السيد رئيس الحكومه، يفتح الحوار مع ممثلي هاد الاطر هادو من خلال النقابات. هذه مساله ما عمرنا سدينا بديلها، وحتى جهويا ملي جاوا عندي انا بعض الاخوان قلت لهم ودي ها جيو مرحبا، ولكن مطالبكم تنقلها لي النقابات الاكثر تمثيليه. نقلت هي النقابات الاكثر تمثيليه اهلا وسهلا، يعني ما جلستش معاهم هما بشكل مباشر؟ لا، ما نقدرش، ما مسموحش لي.
إذا جلست معهم غنجلس مع أي كان يجيك حتى واحد غدا يقول لك أنا التنسيقية ديال أنا التنسيقية ديال شي حد آخر. قبل هذا الملف هذا كان واحد الملف آخر في التعليم واللي كان تفجر قبل سنتين هو الملف ديال ما يسمى بالأساتذة المتدربين. وهاد الأساتذة المتدربين تفتح معهم حوار على مستوى الدولة. وزارة الداخلية فوضت السي الفتيت وزير الداخلية حاليا اللي كان ولي أمن ديال جهة الرباط سالة القنيطرة وجلس معهم وفاوض معهم وناقش معهم وخرجوا الحل. كان لي الشرف الحضور في ذلك اللقاءات كنت أيه. ولكن هذوك كانوا طلبة متدربون. لا راه كنت اعتبرهم موظفين انا دا. لا كانوا كان مازال ما ترسم كان مازال ما تفعلش المرسوم. لا كانوا طلبة وكانوا يناضلون ضد المرسوم. لا تفعل المرسوم كانوا هذوك طلبة متدربين ولكن ما خدعولوش. ولا اسمح لي كانوا طلبة متدربين وتفتح معهم حوار ولكن دائما بحضور نقابة الأكثر التمثيلية. كنت انا بحضور كان السيد الولي السادس وبحضور لجنة الوساطة وكانت لجنة الوساطة من المجتمع المدني وكانوا النقابة ذات التمثيلية بل أن النقابة ذات التمثيلية وقعت في المحضر النهائي. ما يمكنش يكون شي حوار بدون نقابة. ورغم ذلك غير فتحنا هذا القوس وبسرعة وندوزوا عليه. ورغم ذلك أنهم 150 منهم هم كيتهموا بأن الوزارة سقطتهم أو جهامة. وكاين منهم اللي عندك هنا في الأكاديمية السي عادل دور كيقولوا بأنهم تعرضوا للترصيب بهذا المصطلح. هذا ملف سابق. هذا مصطلح الترصيب جاني مصطلح غريب بحاله بحال هذه القضية الفرض على التعاقد. أشنو الترصيب؟ ترصيب يعني بفعل فاعل. لا ترصيب ورصبة. رصبة يرصبوا ترصيبا. رصبة في الامتحان. واش ما كيسقطوش ناس الامتحانات؟ رصبة هو راه ما قدرش. كيسقطوا ناس في الطب، كيسقطوا ناس في الهندسة، هاد الناس كانوا تيقراو. هاد ما نجحوش. واش غنجيبو حنا واحد ما نجحش يقري ولاد المغرب؟ ما تيمكنش. هذاك سميتو الكفاءه، خصو عنده كفاءه تربويه. ولهذا هادوك حنا بالنسبه لنا ما نجحوش. هذا غير قوس. ماشي فرض عليهم الرسوب. هاد ما نجحوش غير قوس. رجعوا له يمكن نديروا له شي حوار في شي فرصه اخرى. مرحبا. غير في اطار هاد وقبل ما نجريو هاد الحوار كان تواصلت شويه مع بعض الاعضاء ديال التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، هكا هي التسميه عندهم. وقالوا بأنه الدراسة سقط تعاقد مصطلح وما سقطش التعاقد كمضمون. ومن بين الأشياء اللي عطاوه هي اللي سمحتي لي غنذكرها لك هنا من بين النقاط اللي عندهم مثلا كيقول لك اللي سمحتي لي سي أدر دور نحبا أنه على سقط مصطلح التعاقد وما سقطش التعاقد. مثلا كيمشيو كيديروا واحد المقارنة بين الموظفين وزارة التربية الوطنية الخاضعين للقانون الاساسي ديال وزاره التربيه الوطنيه موظف وزاره التربيه الوطنيه وبين الاساتذه الخاضعين للقانون الاساسي للاكاديميات. وكيقول لك مثلا على مستوى مصدر الاجور، كيقول لك مستوى مصدر الاجور ان الاساتذه الخاضعين للقانون الاساسي الموظف وزاره التربيه الوطنيه عندهم واحد نصيب مالي قار، يعني مفروض على ان الدوله تخصص واحد لهذاك المنصب المالي في كتله الاجور ديال السنه. بينما موظفي ديال الاكاديميات راه عندهم يعني مرتبط بالاكاديميه، مرتبط بالسيوله الاكاديميه وماشي منصب مالي قار. يعني بالتالي هنايا راه ممكن انه في اي وقت مهدد. ممكن الاكاديميه ما يكونش عندها دخل. مثلا الحركه الانتقاليه بالنسبه للفئه الاولى اللي هي الاساتذه الخاضعين للقانون الاساسي لوزاره التربيه الوطنيه، مسموح لهم مثلا بالانتقال وطنيا، بينما الاخرين مسموح لهم غير جهويا. مثلا الترقيه خارج السلم، هنا مثلا مسموح للوطني ما مسموحش الجهوي. مثلا قائمه المردوديه مثلا انه الاعفاء في حاله ما سقط هذا الاساتذه ما كانوا يسمى متعاقدين، يعني لا سقط كيترصب مباشره، بينما الاستاذ الزميل ديالو الخاضع للقانون الاساسي انه تعطى له فرصه ثم احالته على الاداره ثم يعني في حاله المرض المزمن، يعني الاعفاء ديال الاستاذ الخاضع للقانون الاساسي وبأن الآخر يحال، يعني الخاضع لوزارة التربية الوطنية يحال على التقاعد. مجموعة ديال مثلا تغيير الإطار، مثلا الاستقرار، مثلا التقاعد النسبي، مثلا الحق في وضع رهن إشارة، مثلا مجموعة ديال صندوق التقاعد اللي عند الموظفين ديال وزارة التربية الخاضعة للقانون الأساسي لوزارة التربية وما عندش للأطر الأكاديميات. واش بعد هذا الشيء اللي كيقولوه واش صحيح؟ أنا غادي نجاوب. هذه هي الاشياء اللي تيعتمدوا عليها اللي كيشوشوا على زملائهم. انا غنجاوب.
يعني هذه ماشي صحيحه. انا غنجاوب، لا خصني نجاوب، خصني نجاوب، كاين شي حاجه ناقصه نجاوب عليها باش لان راه الوقت خدينا بزاف. عطيتيني الفرصه باش نجاوب على هذه المساله. راه خديتي الوقت كامل سي عبد الدور. الا كنا حنايا كنبنيو تنبنيو الجهه المتقدمه وكنزلوها، لان صوتوا عليها المغاربه في الدستور 2011، الا كنا غنزلوها راه خصنا نفسحوا المجال لتنزيلها وتنزيلها هو التوظيف الجهوي. وانا غنقول ما يلي، هاد الناس نهار الاول راه كانت الوظيفه العموميه مازالت مفتوحه لحد الان، مباراه الوظيفه العموميه مازال لحد الان مفتوحه، كان خصهم يختاروا يمشيو للوظيفه العموميه. اما حالته هذه انهم اختاروا الاكاديميات ويكونوا موظفين الاكاديميات، هذا اختيار كيتحملوا المسؤوليه ديالو، هذا من جهه. من جهه ثانيه، كل ما قيل في هذه المرحله هذه هو عباره عن تشويش. ونرجعوا دابا لهذا القانون الوظيفه العموميه اللي تيهضروا عليه. إن تنشا قانون الوظيفه العموميه راه منذ ما بعد الاستقلال وخضع لواحد العدد ديال التعديلات. نفس الشيء بالنسبه للنظام، النظام الاساسي الموظف في وزاره التربيه الوطنيه بدا في نهايه الستينات وخضع لمجموعه من التعديلات. معناه هذا ان هذه القوانين وهذه الانظمه ليست شيئا ثابتا، ماشي منزله، هي راه خاضعه للتغيير. اش كنقولوا حنا اليوم؟ اودي هاد الناس خضعنا النظام الاساسي وصوتت المجالس الاداريه الاكاديميه على 14 تعديل، كلها تصب في اطار الغاء وانهاء ومحو مصطلح التعاقد ثم التنصيص على نفس الحقوق اللي عند الاساتذه. وهذا اللي ذكرنا دابا سي عبد الرحمن. باش نكمل، خصني باش نكمل. اي باش تستافدوا من الوقت. لا انا جاي، انا جاي خصني نكمل، لانه ما يمكنش اذا ما كملتش هذه المساله هذه. اذا معناه ان جميع هذه الاشياء هذه تم الحسم فيها في المجالس ديال الاكاديميات. ولكن ماشي معنى ان هذا النظام دابا نهائي، هذا نظام قابل للتطوير والاغناء، وغادي يجي من خلال ماذا؟ غادي يجي من خلال النقاش اللي غادي يجي، اللي غادي ينطلق بطبيعه الحال في السنوات القادمه. يعني جميع هذه الحقوق هي الان مكتسبه، وغادي تجي حقوق اخرى اللي غتجيبها المستجدات اللي غادي تطرا. ونسال اخرى ننتقل ليها وحنا كنجاوبوا على هذا السؤال. واش دابا هذه المؤسسات العموميه كلها اللي بحال الاكاديميه اللي هي اكثر من 160 في المغرب، 160 مؤسسه، مكاتب وطنيه، وكالات حضاريه، اكاديميات، جامعات، واحد العدد المؤسسات العموميه، علاش ما كيطالبوش الناس ديالها كلهم يرجعوا للوظيفه العموميه؟ علاش هذه المساله تغير في التعليم؟ علاش دوك الناس راه خدامين حتى هما؟ الناس المكاتب الوطنيه على اختلاف اسمائها راهم عندهم انظمه اساسيه. وهذا النظام الاساسي اللي حنا اشتغلنا عليه واللي صدقت عليه اليوم المجالس الاداريه الاكاديميه بعد تعديله يعد من احسن الانظمه. هذا هو الاطار فاش غنخدموا معاه. راه عطينا بعض النقاط سي عبد الدور اللي مازال متواجده فيه، ومن بينها نقطه اخرى اللي ما ذكرتهاش، وهي النقطه ديال فسخ العقد، حيث ان هذه النقطه هذه عند الحق الكامل فيها المدير الاكاديميه، بحيث ان المجلس التاديبي يستشار وفقط، هو عكس ما كاين في القانون الاساسي. اولا بعد شوف واحد القضيه، مازال ما عطوناش فرصه هاد الناس باش ننتخبوا لجان الاطر. بعد ما عندناش حنا المجلس التاديبي، شكون هو المجلس التاديبي؟ كيتكون ممثل من ممثل الاداره بالنسبه للوظيفه العموميه، وممثلين يعني الموظفين، تتسمى لجان الثنائيه المتساويه الاعضاء. حنا بالنسبه لنا عندنا لجنه الاطر، هاد لجان الاطر مازال ما تنتخباتش. وشكون غادي ينتخبها؟ غادي ينتخبوها من هما، من هاد الناس هادو. يعني تناقشوا واحد النظام اساسي اللي هو في البدايه ديالو، بعد في هذه المرحله هذه هو نظام واعد، وخص تعطينا فرصه باش نطوروا، وما غنطوروا الا بعد مرور السنوات. وهذا هو علاش، والا ما غاديش باقي تكون نقابات، ما غاديش تكون مطالب، ما غاديش تكون الفه المطلبيه، وما غاديش يكون حوار اجتماعي. اذا خص هاد الناس يخلينا يعطونا فرصه من اجل انه بعدا نحطوا هذا الشيء يطبق ونبداو فيه. ومع مرور مع تولي الحكومات وغير ذلك، ولا الان كنوضعوا الاطار، كان صوت ان شاء الله على القانون الاطار اللي غيضمن طبيعه الحال الحكومات المتعاقبه واحد المسار في مجال يعني حكمه المنظومه اللي هو متواصل. بقيتنا واحد 5 دقائق سي عبد الرحمن غير باش نختموا بها. انتم استبعدتم السنه البيضاء، مستبعده اكيد مستبعد، يعني كنفيوها جملة ويعني وهيئتوا درتوا الخطة ألف والخطة باء لمواجهة أي تصعيد أو أي إضراب أو أي تمديد. حنا ما تنقولوش تصعيد، حنا كنقولوا ودي لطرف في احتجاجات. حنا نيتنا طيبة ونيتنا حسنة، كنقولوا حنا لهاد الناس هادو خصهم يرجعوا لولادهم حالة إذا ما رجعوا. أنا جايك تنقولوا بعد حنا يدينا المدود باش يرجعوا، ولكن ما رجعوش. لا الإجراءات كاينة، الإجراءات لا تناقش، القانون هو القانون. ولكن لما رجعوا شيء سيرجعوا اغلبهم.
ودوك اللي ما رجعوش غادي يتخذ فيهم حكم الاجراءات، ولكن حنا ما غاديش نبقاو نكتو في الايدي. هذه راه دوله، دار وزاره، دار حكومه، بما ان عندها امكانياتها على ذكر لان علاش مستقبل ابناء المغاربه لا يناقش، حتى مستقبل المغرب راه ما ناكلوش وما نشربوش، حتى مستقبل المغرب وما نمشيوش للعطله وما نديروا حتى حاجه، ولكن ما نخافوش بالامن الاجتماعي. لا ولادنا صبيقه مثلا على ذكر الدوله وعلى ذكر اننا في دوله وعلى ذكر اننا راه دوله ما معزولاش، راه حنا في واحد المحيط. لا كنقصد عندها الامكانيات، كنقصد عندها امكانيات باش تقري ولاد الناس. كنأسس غير السؤال ديالي، حنا في واحد المحيط يغلي الان، هي الجاره الجزائر فيها غليان الان، انتم واش ما عندكمش تخوف من ان هذا الاقدام على عزل واحد الالاف ديال الاساتذه انه يأجج الوضع وطنيا؟ لا ماشي، لا شوف حنا انه يخلق لنا واحد حركه اخرى اكثر جدليه في الاحتجاج في الشارع. لا سي العمران، انه غدا يبدا بنادم طرطو يمشي يحرك راسه قدام برلمان، او واش ما كاينش التخوف؟ لا اسمح لي، انا نقول لك انا وانا موقفي هو هذا غنعبر عليه. حنا اللي كيهمنا اليوم ولاد الناس، حنا ولاد الناس خصهم يقراو. لا ولاد لا خصنا، اسمح لي، التلامذة خصهم يقراو. حنا المشكل ديالنا مع الاباء لان ولادهم خصهم يقراو، ولهذا حنا بالنسبه لنا في حد فاتحين الباب اللي غادي يجي يلتحق بالقسم ديالو يشتغل وراه كياخذ واحد الاجر اللي 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 لا يستهان به تبارك الله، وحنا نتحاور معاه من خلال النقابات. ولكن اللي بغى يعزل راسو بوحدو شغلو هذاك، انما حنا ولاد الناس ما يمكنش نبقاو مكتوف في الايدي، راه غنقريو ونقريوهم اللي بغات. غير سؤالي هو واش ما عندكمش تخوف من ان هذا الشيء ممكن يأجج؟ ما غادي يأجج حتى شي وضع، التأجيج غادي يكون لما قروش ولاد الناس. يعني الى طحنا في الفخ ديال ما قروش ولاد الناس عاد كتأجل المسألة. أما يعني العزل ديالهم ما غادي يأجج والو نهائيا، لن يحرك. لا اش غادي يدير كاع العزل ديالهم؟ لن يحرك السفينة. لا ماشي لن يحرك، ولكن ولاد الناس وانا حنا كنحطوهم في كفة، كنحطو ولاد الناس في كفة ما تيقراو شي، وكنحطو المصالح الضيقة ديال واحد المجموعة ديال الناس، ماشي كلهم تا هاد المجموعه، ماشي كلها مجموعه فيهم شغلهم هذاك، راه سو ماجور يفاكسيني يل دو فير لو شوا. ولكن بالنسبه لولاد الناس ما يمكنش نبقى نكتو في الايدي. الطامه الكبرى والفرس الكبير هو اللي خليتو الناس بالاخرايا، وهذا الشيء واجب عليا، هذا واجب على الوزاره وعلى الدوله. انا فاش قلت قبيله الدوله اش كنقصد انا؟ ان الدوله خصها تاخذ الاجراء باش تقري ولاد الناس، هذه خدمه عموميه. واش كتصور شنو هي سنه بيضاء؟ ما دن بهذا التلامذ يعني بتستبعد سنه بيضاء. ولكن سؤال اخر، يستحيل تكون سنه بيضاء. كل ما وقع ويقع الا يؤثر على الجدول العادي ديال الامتحانات؟ داك الشيء كله احنا قادين عليه. لا جدول هاد الامتحانات واش غتبقى بشكل العادي ولا غتغير؟ هاد الوزاره فران وقد الحومه، هي عارفين دزنا احنا من ازمات غير دابا بغيناكم تقولوا لنا هاد دزنا من ازمات، وداك الشيء قادين عليه وقادين مشغالنا، وكفي هاد العطله هذه اللي حنا دعمنا فيها التلاميذ. حنا قادين مشغالنا يعني، وما تيخلعنا حتى شي حد. انا نقول لك واحد القضيه، ما تيخلعنا حتى شي حد، ما غاديش نتخلعوا. حنا ولادنا سنقريوهم وغنقريوهم بالليل وبالنهار، وغنجندوا جميع الوسائل، والحمد لله الراي العام معنا. كان الراي العام نسبيا ما كانش معنا عندما تم تغليطه، ولكن اليوم الراي العام معنا. لان تيقول لك اودي دوك الناس واسمح، واش اللي تيدعي تيشد 2000 درهم واللي كيدعي انه مياوم وتيكذب على الناس ماشي معقول. هاد الناس كياخذوا دي صالير اللي هما رواتب محترمه يعني، ونهار دخلوا عن طواعيه باش يجريناهم. ولهذا حنا ما اخر لا فرض عليهم، حنا ما دين الدين. شوف حنا ما دين الدين، حنا حالين الباب وتنقولوا لهم عودوا الى رشدكم، وتنقولوا ما جيو تقريوا. وراه يعني هاد الشعار ديالنا وهاد النداء ديالنا دب في اوساطهم، راه بدات في واحد العدد المناطق المشاكل بيناتهم. حنا بيناتنا، شوف هذوك ولادنا، شوف اسمح لي، هذوك ولادنا، هذوك اسد ديالنا، هذوك خريجين من الجامعه المغربيه كيبقاو ولادنا. حنا كنمدوا يدينا ليهم، ولكن راه ما يمكنش يقيدونا بمستقبل ولاد المغاربه، يستحيل. ولهذا حنا كمسؤولين راه حنا ما واكلين ما شاربين ما ناعسين الا الا كانوا ولاد الناس كيقراو. يعني هادشي ما غاثرش على الامتحان ابدا، لن يؤثر، غتكون في بشكلها العادي ابدا لن يؤثر. لي شوف بغيتك نستغل هذه الفرصه هذه باش تنقل هاد النداء، هاد هاد الكاميرا ديالك، هاد طمينات الاسر ان ولادهم غادي يقراو كما شافوا كنقريوهم ونخدموا بالليل وبالنهار، وغنديروا امتحانات يعني في المستوى ديال التحصيل الدراسي وفوقتها، وكل شيء غادي ينجح. وحنا قادين على هذا الشيء. هذه سميتها وزارة التربية الوطنية، عندها تاريخ وقادة بشغالها، وكتشتغل في إطار حكومي، وهذا خيار حكومي. فلهذا داك الشيء كله حنا ما تيخلعناش. واخا سي أدردور، سؤال آخر، هذا كل ما جرى وكل ما يجري واش غيخليكم أنكم تديروا شي شروط جديدة في إطار التوظيفات المستقبلية، أو تحدوا من هذه التوظيفات أو ماذا؟ لا أبدا، هذا مسلسل جاري
يعني الشروط ديال التوظيف ابدا غتلقى نفس الشروط وغادي يجيو الناس يترشحوا للمباريات وغادي ما غنديروا حتى شي حاجه لان حنا في وضعيه قانونيه وما غاديش نحتاجوا. هذه واحد سوء تفاهم وقع مع هذه الافواج ما غاديش يوقع مع الافواج المقبله. وعندي ونشرح هذه المساله هذه حنا كيجيو الناس يوميا تيقول لك الله يجزيك بخير انا بغيت نخدم تقول لي لا كاين المباراه وهاد الناس خدمناهم وخصنا هاد الناس راه هما ديالنا خدمناهم ونجحوا وابانوا عن كفاءات يعني مازالين كتاملوا انهم يرجعوا على طبيعه الحال طبيعه بداو كيرجعوا راه رجعوا بواحد حنا بعد الجهه ديالنا كانت اقل 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 الجهات اللي فيها نسب التوقف الجماعي. السؤال قبل الاخير سي عبد الرضوف في هذا الحوار الشيق اللي ما كرهناش كل وقت ديالو تجاوزنا الوقت اللي حددناه مرحبا ولكن معليش لان الموضوع تهم كاع المغاربه وموضوع كبير بزاف بالنسبه لكم انتم سي عبد الرضوف يعني في يعني سؤال يعني رائج في مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك كذا انه تعاقدتوا مع شي مراكز ديال الدعم ومن بينها واحد المركز اللي كانوا تسدته الوزاره ديال شي استاذ انا عرفت واش نكته واش ماشي نكته ديال شي استاذ كيتسمى استاذ معجزه او شيء من هذا القبيل. هذا خبر عاري من الصحه هذا داخل في اطار التشويش الاقل والاكثر. احنا ما تعاقدنا مع حتى شي حد احنا فتحنا باب التطوع وبغيتك دير واحد المساله الاستاذ العزيز تمشي لهاد المراكز لهاد المؤسسات اللي مفتوحه الان باش تشوف منين تدخل لها وتشوف ماذا يجري فيها غتبدل زعما تبدل بزاف ديال الاراء. حنا جبنا اساتذه اللي هما عندهم روح وطنيه عاليه بغاو يشتغلوا وهما بالالاف اليوم. انا لو شيف رقم 24000 النهار الاول فاجئني تماما ما كنتش كنتصور انه نوصل 24000. حنا الان زايدين وغادي غدا الا بغيتي ولا بعد غدا غادي تكون عندنا الاحصائيات ديال نهايه الاسبوع. يعني تنقول بان المدرسه المغربيه بخير ولاد المغاربه غادي يقراوا غيدوزوا العام. هاد المجموعه الشبان اللي باقي شاكين في هذه الشهاده انا اكيد واحد النهار غادي يجي غيطمئنوا ليه وغنبنيو جميع هاد الجهوي المتقدمه وغادي نطوروا جميع هاد النظام الاساسي كيف ما طورته واحد العدد المؤسسات اللي هي عموميه ماشي غير بوحدنا. راه حنا 12 مؤسسه عموميه من اكثر من 160 ما فيهمش هاد المشكل هذا. وحاجه اخرى اللي بغات توظيف الوظيفه العموميه راه باقي الباب مفتوح واحد العدد القطاعات الوظيفه العموميه مازال لحد لان توظف في دو فيغ سون شوا غايدير الاختيار ديالو. اما حنا بالنسبه لنا حنا هذه مؤسسه عموميه كباقي المؤسسات عندنا نظام اساسي الحمد لله الان طورناه وصلحنا فيه بزاف الامور غير مسبوقه. وقال لي واحد قال تيقول لك الناس ودي انتم مشيتوا بواحد السرعه كبيره جدا في تطوير نظامكم الاساسي. حنا كنفتخروا بهذه المساله هذه وكنفتخروا بهاد الناس حيت ساعدونا في هذه العمليه. ورغم ذلك كيقولوا مازال فيه نقائص. مرحبا حنا مرحبا قبل ما ننساها ذكرت دابا السي عبد الرضوف هي انه الاستهداف ما يسمى الاستهداف ديال المنسقين ديال الجهويين او لا ما عرف بمتزعمي هاد الاحتجاجات ديال الاساتذه او طلاب اكاديميه او ما يعرف سابقا بالاساتذه المتعاقدين. والصحيح انكم يعني حددت واحد المجموعه ديال الاسماء اللي هي في حد ذاتها سيطره العسكر. لا انا غادي نجاوب على المساله هذه باختصار. لا شوف ما حددنا اسم حتى شي حد ولكن كانت هناك صرامه في حالات اللي ضبطنا فيها الناس اما كيمنعوا التلاميذ يدخلوا او كيحرضوا التلاميذ على الاضراب وعلى ترديد الشعارات اللي كبر منهم. بحال الحاله ديال برشيد حالات هنا وهناك لقينا كذلك الناس اللي بغاو يسدوا المدرسه بالعنف فهادو تيتسمى خلوا بنظام العام وهذه كتولي هضره اخرى معاهم. اما باش تكون هناك في الوزاره ديالنا اجراءات انتقاميه كما وصفت فهذه غير وارده نهائيا. واش اتخذتوا انتم في الاكاديميه ديال الجهات الرباط سهله وقنيطره شي اجراء قضائي وتابعتوا شي استاذ بالقانون الجنائي كما حدث في اكاديميه جهات الدار البيضاء الكبرى؟ عندنا قضايا في الطريق حلنا على القضاء لان الناس اخلوا بالتزاماتهم واخا استاذ جمع التلاميذ ديالو. شحال عدد القضايا؟ انا نقول لك استاذ جمع التلاميذ ديالو خرجهم للساحه عطوهم الميغافون علمهم شعارات ردوا الشعارات خرجوا على براد المدرسه. هذا تنحلو حنا على القضاء لانه اولا غرب القاصرين لان هذا فات القياس. غرب القاصرين وخرجهم من المدرسه وداهم للزنقه وقطع بهم الطريق وعرضهم للخطر
هذا غادي نتبعوه السي ادردور. هذه الحاله راه النقاش معك شيك كل كما كنشوفك وانا كنزيد اخي اسمح لنا السي ادردور شحال عدد الحالات اللي حلتوها على القضاء وستخلون على القضاء؟ خصني نحصيها مازال قليله جدا. بين جوج الحالات الحالات ولا كاينين فيها تجاوزات خارج فيها تجاوزات. هادو سيتم متابعتهم بالقانون الجنائي؟ لا حنا ما تنتبعو حتى شي حد تيتابع القضاء. يعني حنا حملناهم على بالافعال ديالهم لان من غرر بالقاصرين. اللي بغيت نقصد انا ماشي القانون الاداري ماشي الاداره ماشي نتوما كاداره يعني القضاء. حنا كنخبروا فقط كنخبروا السلطات الامنيه ان هذا الاستاذ هذا وهذا لان خرج ولاد الناس من المدرسه وداهم ما تيمكنش نخليوها. بغيت السي ادردور في دقيقه اما الانتقال زعما من شي حد ما كاينش. رسالتك الاساتذه المتعاقدين؟ رسالتي الاساتذه اطر الاكاديميه. أنا رسالتي لأساتذة أطر الأكاديمية اللي هم أبنائي اللي هم خريجي الجامعة المغربية اللي أنا وقفت على الامتحان ديالهم واخترنا منهم أحسن الأطر. رسالتي اليوم هي كالتالي: أن يلبوا نداء المدرسة العمومية أن يعودوا لأقسامهم. احنا حاولنا في هذه العطلة هذه تدارك ما فات التلاميذ ثم نرجعوا في حالهم وحنا مستعدين للحوار ولكن الحوار يكون عبر تنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية. حوار بقواعد كما تقول المغاربه يكون ماشي حوار منظم ولهذا تنقل بانه حنا معاهم وما غادي يلقاو فينا الا الاذن الصاغيه وحنا وانا لي اليقين انهم غادي يرجعوا وغادي تحل هذه المشاكل كلها ان شاء الله. رسالتك للاباء والاولياء ديال التلاميذ؟ رسالتي للاباء والاولياء ان يطمئنوا كيف ما قلت قبيله حنايا نخدموا بالليل وبالنهار. حنا دورنا على انهم نقريو ولادهم نوفروا الاساتذه نوفروا الحصص ديال الدعم نوفروا التعويض يعني نعوضوا الساعات اللي ضاعت ليهم وحنا مستعدين نأجرهم في الامتحانات وان شاء الله الرحمن الرحيم ما غدوز السنه الا بخير وعلى خير وغادي ينجحوا ولادهم وغادي ينجحوا الجامعات وغادي ينجحوا في المباريات ديال المعاهد العليا وغادي ينجحوا ان شاء الله في المباريات الفرنسيه والدوليه وغادي يلتحقوا بالجامعات. وهذه مساله ماشي غريبه على هذه الوزاره. هذه الوزاره فيها اطور وفيها رجال وفيها مسؤولين اللي قادين على هذه الامور هذه وعندهم تاريخ وعندهم تجربه طويله وغادي ان شاء الله ينجحوا المسيره ديال ولادهم. الرساله وهي الرساله للفئه مهمه وهي الفئه اللي داير عليها هذا الشيء كامل هي فئه التلاميذ وخاصه واحد الفئه ديال التلاميذ اللي هي ظهرت في اشرطه فيديو وكتقول الاساتذه اللي رجعوا يقراوا واحد جوج ثلاثه الاستاذ طلع شماتة. رسالتك للفئه ديال التلاميذ ككل هذه الفئه بالضبط؟ انا تنقول دائما هذيك حالات معزوله. هذوك التلاميذ دابا تم التغرور بهم حيت حنا ولاد المغاربه ما عمرهم تيسبوا الاساتذه ديالهم. حنا ما فيش طلبنا كيسبوا الاساتذه الا شي مجموعه اللي خداها شي حد كيف ما قلنا وقال لهم لقنهم داك الشعار وبداو تيقولوا في حق داك الاستاذ لان هذا داخل في اطار الترهيب ديال الاساتذه اللي رجعوا. هذه واحد المحاوله يائسه وفاشله ديال الناس اللي رجعوا يقريو خصنا نضيقوا عليهم فحرشوا عليهم التلاميذ وهذا تيبين واحد الدناءه ديال هذا الفعل هذا واللي كنشجبوه وكنديروه وما خصوش ما خصوش. وشكتقول التلاميذ كاخر كلمه؟ هادو التلاميذ قلال صغار. انا غنقول لهم بانه لا ما تقول التلاميذ بشكل عام التلاميذ ديالنا حنايا حنا معاهم حنا في جنبهم لجان الامتحانات المدرسيه راها كتنعقد دابا حنا غنتبعوا معاهم سير الدروس وغادي يطمئنوا انهم غادي يتلقاو جميع الدروس اللي هي منصوص عليها في المنهاج الدراسي في جميع المستويات وان شاء الله ما غادي نمروا مرحله الامتحانات المدرسيه الا وكنا موجودين وكان التلاميذ موجودين. فلهذا يثقوا فينا ويطمئنوا لينا حنا قادين بشغلنا ويدعوا معنا باش يهدي الله دوك الاساتذه يرجعوا الاقسام ديالهم ان شاء الله وانتوا هذه الصفحه هذه ونبنوا الصفحه ديال الجهه المتقدمه اللي فيها اطور الجهه اللي هما يا ايبانوي الناس اللي عجبهم الحال اللي مرتاحين اللي مندمجين ويحققوا ان شاء الله امالهم وطموحاتهم المهنيه. طيب سي عبدالله شكرا جزيلا لكم على هذا التفاعل الايجابي وعلى سعه صدركم والاسئله اللي طرحنا لكم. كنشكركم سي عبدالله مره اخرى جزيل الشكر. وبهذا متتبعات ومتتبعي الموقع الاخباري اشكين كنكون وصلنا لنهايه الحلقه الحواريه والى اللقاء في حلقه اخرى. شكرا.